الولايات المتحدة الأمريكية وجهت ضربات عنيفة ضد الميليشيات الموالية لإيران مساء يوم أمس، وهذه كلها جاءت بتفاصيل وبسلسلة من الضربات المتبادلة. الولايات المتحدة الأمريكية قبل 48 ساعة وتحديدا التحالف الدولي وجه ضربات في دير الزور في بادي الأمر على مخازن ومستودعات للميليشيات الموالية لإيران تتواجد فيها صواريخ خاصة وأسلحة استراتيجية يعتمدون عليها، وكان هذا الهجوم ردا على هجوم قامت به أساسا الفصائل المسلحة الموالية لإيران في 15 من أغسطس بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف. بعد هذه الضربات الفصائل المسلحة الموالية لإيران اتخذت قرارا بمهاجمة قاعدتي، قاعدة كونيكو طبعا وقاعدة حقل العمر النفطي، هنا دير الزور التي ترونها وهنا الميادين التي تعتبر معقلا كبيرا لهذه الميليشيات. هاجموها بالصواريخ، الحديث عن 4 إلى 5 صواريخ استخدمت من خلال وأطلقت من خلال عجلات كانت تحمل صواريخا، توجهوا بها طبعا إلى هذه المناطق وهاجموا هذه القواعد، وطبعا هذه القواعد فيها جنود وفيها التحالف الدولي. وبحسب القيادة المركزية وبيان من القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن هنالك جراء هذه الهجمات سقط 3 من الجنود الأمريكيين، تعرضوا إلى جروح، ولكن هذه الجروح بحسب هذا التقرير بأنها كانت إصابات طفيفة وأحدهم عاد مباشرة إلى العمل، وبالتالي لا تأثير كبير من هذه الضربات. وهنالك صور حصرية تحصلنا عليها وهي تعرض لأول مرة للصواريخ التي استخدمتها هذه الفصائل في ضرباتها على قاعدة كونيكو وعلى قاعدة حقل العمر النفطي، وهذه الصورة التي تعرض لأول مرة طبعا على شاشات التلفاز توضح أن هذا النوع من الصواريخ هو الذي استخدم، والتقارير تتحدث أن هذا الصاروخ هو فجر واحد الذي استخدم طبعا بهذا الهجوم. وطبعا بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لم تكذب خبرا وقامت بالرد بسرعة باستخدام الطائرات الحربية بمروحيات الأباتشي بمدفعية الهاوتزر M777 الذي هو يتواجد طبعا في قاعدة حقل العمر النفطي، وقاموا بمهاجمة الفصائل المسلحة في المواقع التي أطلقوا منها هذه الصواريخ، وقاموا بهذا الهجوم طبعا بعجلاتهم بعد أن قاموا وبدأوا بالهروب وبالفرار مباشرة بعد القيام بهذا الهجوم. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت حاضرة بهذه الضربات، وبحسب القيادة المركزية الأمريكية أكدت بشكل رسمي أنهم تمكنوا من القضاء وقتل 4 عناصر من هذه الفصائل التي قامت بهذه الهجمات الصاروخية مباشرة، وأيضا لقطات حصرية لأول مرة تعرض للحظات الأولى لهذه الهجمات وردة الفعل السريعة التي جاءت من التحالف الدولي. هذه إحدى الضربات لإحدى العجلات وهي تحاول أن تهرب من الموقع بعد قيامها بالهجوم على قاعدتي حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو، وهذه أيضا ضربات أخرى كما ترونها بردة فعل سريعة. المثير أن في إيران كان هنالك تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واضح إلى قتلى في الحرس الثوري الإيراني صباح هذا اليوم كما تلاحظون، عنصرين هم من عناصر الحرس الثوري الإيراني كما تلاحظون بهذا الشكل بأنهم قتلوا، وبعض طبعا الوسائل التواصل الاجتماعي تحدثت بأنهم قد قتلا في دير الزور تحديدا. التوقيت مثير للغاية لهذا الإعلان وبهذه المنشورات، بعضها حذف من هذه المنشورات، بعضها عاد يتحدث عن دير الزور، وبعض الأوساط الإيرانية تحدثت بأنهما قتلا في محافظة فارس داخل إيران وأن الأمر لا علاقة له في دير الزور. التوقيت مثير للغاية وقد يكون فعلا الوقت قد يكون كافيا، ونحتاج إلى وقت لمعرفة فعلا ما إذا كانوا هم من الضحايا الذين قتلوا بردة الفعل السريعة التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهجوم الصاروخي على هذه القواعد. الأهم في هذا الأمر أن ظهر هذا اليوم أيضا كانت هنالك ضربات غامضة تحدثت عنها الأوساط السورية بأنها جاءت بطائرة مسيرة غامضة قامت بضربات على الميادين التي تحدثنا عنها طبعا والتي جاء منها الهجوم على قاعدة حقل العمر النفطي. جاءت هذه اللقطات تداولها المرصد السوري لحقوق الإنسان وكالة عين الفرات بهذا الشكل لهذه الضربات، ولكن مصادرنا الخاصة أكدت أن الولايات المتحدة
الجريدة الأمريكية وتحديدا التحالف الدولي لا يقف خلف هذه الضربات. هي ضربات غامضة وكثيرة هي الضربات الغامضة التي تأتي على الميادين وعلى البوكمال، وأن هنالك استنفارا كبيرا من الميليشيات في هذه المواجهة الخطيرة التي نتحدث عنها. السؤال الأهم هنا، لماذا هذه الميليشيات استنفرت ضرباتها وبدأت تهاجم بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ وذلك بسبب أن الضربات التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في بادئ الأمر على المخازن الموجودة في دير الزور كانت ضربات استراتيجية كبيرة مؤثرة، خزين استراتيجي لهذه الفصائل دمر بالكامل وبمقاطع حصرية، وهي تعرض لأول مرة في برنامج رأس السطر هنا على قناة التغيير الفضائية. هذه هي اللحظات الأولى قبل 48 ساعة من هذه الضربات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. كما تلاحظون في بادئ الأمر، هذه كلها هي المخازن للفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتواجد فيها الأسلحة الإيرانية التابعة لهم. وكما هو واضح من هذه الطائرة، ليس هنالك أي شخص يقف بقرب هذه المخازن، ليس هنالك أي مدني، ليس هنالك أي أحد. كان اختيار الوقت دقيقا للغاية. وبالتالي عندما نلقي نظرة على طبيعة هذه الضربات واللحظات الأولى لهذه الضربات الحصرية، كما تلاحظونها كانت ضربات عنيفة للغاية، وكما ترى في كل ضربة تأتي على كل مخزن تجد أن هنالك اشتعالا وتوهجا كبيرا من هذا المخزن، وذلك بسبب أن هنالك صواريخ شديدة الانفجار، هنالك خزينا كبيرا للغاية يستخدمه الحرس الثوري الإيراني. أنباء كثيرة كانت قادمة من الداخل السوري من وكالات الأنباء السورية مثل دير الزور 24، مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدثت أن الحرس الثوري الإيراني كان يأتي إلى هذه المستودعات، وهي مستودعات عياش الموجودة بالقرب من دير الزور على مسافة قريبة للغاية، ما يقارب 8 كيلومترات إلى 7.8 كيلومتر. وبالتالي كما نلاحظ أن الضربات لم تكن ضربات عادية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك لقطات أخرى في حقيقة الأمر انتشرت في كل مكان. كما نلاحظ، دعونا نأخذ بعض العلامات لكي نتأكد من هذا الموقع في القمر الصناعي. كما نلاحظ هنالك طريقا مميزا بهذا الاتجاه، التصوير الذي عرضناه لكم هو يأتي من هذا الاتجاه تقريبا كما تلاحظون، وأن هنالك منطقة مميزة بمخازن متقاربة بهذا الاتجاه، هنا طريق عام كما تلاحظون، وكذلك هنا ساحة مفتوحة أيضا تتواجد فيها بعض المخازن، وهنا مخازن أخرى موجودة بهذا الاتجاه. هذه أيضا كانت لقطات لضربات أخرى من زاوية أخرى توضح بشكل أكبر طبيعة هذا الموقع لكي نتعرف عليه. وكما نلاحظ الضربات كانت عنيفة بشكل كبير، توضح من هذه الجهة، طبعا التصوير يوضح كيف أن هذه الضربات هي كانت موسعة للغاية كما تلاحظ هنا، بأنها لم تكن عادية. لاحظ الشرار والانفجارات الكبيرة التي تأتي من هذه المخازن التي خزنت فيها الميليشيات الكثير من أسلحتها الخاصة بها، والتي كانت تريد استخدامها طبعا ضد الأبرياء، وهي تهدد حياة الأبرياء في الدرجة الأساس. هذا هو الموقع الذي تحدثنا عنه المميز للغاية، وهذه المخازن التي أشرنا إليها من هذا الاتجاه. لاحظ أن هذه المساحة كلها قد دمرت بالكامل كما تلاحظون. وبالتالي دعونا نذهب إلى القمر الصناعي بسرعة لكي نتعرف على هذه المنطقة، أين هي تقع بالضبط وأين كانت هذه الضربات، بالتوجه للقمر الصناعي مباشرة إلى الحدود العراقية السورية. هذه الحدود العراقية، هذه هي سوريا، لنتوجه مباشرة إلى دير الزور. وكما تلاحظون هذه هي مدينة دير الزور، وعلى مسافة 7.8 كيلومتر تقريبا هنا في هذه المخازن التي ترونها، هذه المخازن طبعا مخازن ومستودعات عياش، بأخذ صورة أخرى لكي نقارنها مع الفيديو الأخير وأخذ صورة أوضح قليلا، سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات بكل تأكيد. هذا هو الطريق الذي كان واضحا بهذا الشكل لهذه المنطقة، وأيضا هنا طريق عام بهذا الاتجاه، هذه المنطقة المميزة وهذه المستودعات التي تحدثنا عنها، والتصوير الخاص الحصري الذي وردنا طبعا من مصدر خاص كان يأتي بهذا الاتجاه. وبالتالي المواقع والمخازن التي هي في هذه النقطة هي التي دمرت بشكل كبير. دعونا نقترب منها لنلقي نظر على طبيعة هذه المخازن، حجم هذه المخازن التي كانت تتواجد فيها أسلحة خطيرة لهذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران. هذه كلها طبعا نقاط كثيرة للغاية. وبالتالي عندما نتذكر اللقطة التي رأينا من الفيديو الأخير، سنلاحظ بأننا فعلا كانت هذه علامة بهذا الاتجاه، وهذه علامة أخرى، وأن هذه المنطقة هي التي ضربت، والتركيز تحديدا
كان بهذا الاتجاه على المخازن التي دمرت بالتمام والكمال. كانت هنالك أيضا صورا محدثة من الأقمار الصناعية توضح ما بعد الضربة، ما الذي جرى، ما الذي فعلا دمر من هذه المنطقة. وبالتالي بأخذ اللقطة من جهة أخرى ونحاول أن نقترب أكثر من هذه المنطقة، ودعونا نأخذ صورا محدثة لهذه الصورة. دعونا نذهب مباشرة إلى القمر الصناعي والتحديثات القادمة من هذه المنطقة. نلاحظ هذه المنطقة التي كنا ننظر إليها، وطبعا دعونا نقترب قليلا من هذا الاتجاه، من هذه المنطقة التي ضربت. وبالتالي لاحظ هذه كانت قبل وهنا بعد، لاحظ كيف مسحت هذه المنطقة تماما وكيف أنها دمرت. واضح جدا أن الدمار لم يكن عاديا أبدا. ولكن المثير بهذا الأمر أن هنالك نقطة للتدريب موجودة لهذه الميليشيات الإيرانية موجودة بهذا الاتجاه. دعونا نقترب منها قليلا. كانت هنالك أيضا صورة قد انتشرت بأن هذه النقطة تحديدا التي تتدرب فيها الميليشيات لم يكن هنالك ضررا عليها. من هذه الزاوية سنلاحظ بأن هذا الموقع التدريبي هو يتطابق تماما مع الصورة التي نشرت لهذا الموقع. وبالتالي عندما نلاحظ فإن هذا هو الموقع الذي تتدرب فيه الميليشيات لم يتضرر، ليس هنالك سلاحا هم يتدربون في هذه المنطقة. الأهم من هذا الأمر كانت هنالك تصريحات مهمة وقوية قادمة من قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا، وقال الآتي بعد عمليات الردع التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية على هجوم الفصائل المسلحة الموالية لإيران الأخير. قال: سنرد بشكل مناسب ومتناسب على الهجمات على جنودنا، ولن تضرب أي مجموعة قواتنا دون الإفلات من العقاب. سنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن شعبنا. الضربات بما أنها أثرت وجرحت جنودا أمريكيين من التحالف الدولي، وإن كانت الجروح طفيفة ولم تكن مؤثرة، إلا أن الأوساط الأمريكية لم تأخذ الأمر بسهولة، وتحديدا ممن هم معارضين للعودة للاتفاقية النووية جيسون براتسكي، أحد أهم الخبراء في هذه المسائل وفي الملف الإيراني تحديدا، وكذلك جويل ريبيرن، وهو كان هذا الرجل أساسا المبعوث الأمريكي الخاص السابق لسوريا. كانوا قد تحدثوا بأن العودة للاتفاق النووي سيوفر الكثير من الأموال للحرس الثوري الإيراني وللميليشيات من أجل القيام بعمليات قد تكون أخطر من هذه العمليات التي نتحدث عنها. وأن الجمهوريين مثل هذا الرجل السناتور جيم إنهوف، السناتور الممثل عن ولاية وهو ممثل لولاية أوكلاهوما في مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد وضح إذا تمت العودة للاتفاق النووي بهذه الصيغة التي هم يعرفونها طبعا، فسيقف الحزب الجمهوري بالتمام والكمال ضد هذه العودة للاتفاقية النووية، ويوضح انزعاجا كبيرا منهم، وذلك لسبب مهم تحدث عنه جيم إنهوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2020 عندما كان مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كان قد وضح بأن هنالك طريقة أذكى، طريقة أفضل لكي نكون صارمين مع إيران للعودة إلى الاتفاقية النووية. وجيم إنهوف وجد بأن هذا الأمر غير واضح، إلى درجة أن هنالك تصريحات إيرانية بدأت تتداولها في الأوساط الأمريكية تتحدث عن مسألة الحرس الثوري الإيراني تحديدا الذي نتحدث عنه هنا، حيث أن هنالك رئيس الأركان للشؤون السياسية، رئيس أركان الشؤون السياسية تحدث في مسألة مثيرة للغاية حول الحرس الثوري الإيراني. قال إن مسألة رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني لم تكن بطلب منا من أجل العودة للاتفاقية النووية، هو قال إنه كان طلب أمريكي، وأن الأمريكان قاموا بعملية وضع أوفر، وضع عرض لإيران إننا نرفع عنكم مسألة العقوبات من الحرس الثوري الإيراني وتكفون تماما عن ما تقومون به من السياسة الإقليمية، مثل ما نراه من ضربات هنا وهناك ما نتحدث الآن، وكذلك أنه سيكون هنالك كف تماما أيضا منهم في مسألة الصواريخ البالستية. اتركوا السياسة الإقليمية، اتركوا تطوير الصواريخ البالستية ونرفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني. طبعا رئيسي أركان الشؤون السياسية الإيرانية قال: رفضنا هذا الأمر. بعدها عادت الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا: سنرفع العقوبات إذا من الحرس الثوري الإيراني، ولكن اتركوا مسألة الانتقام من الإدارة الأمريكية السابقة، خاصة وأن إيران تريد الانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني وعملية الاغتيال التي تمت في عام 2000.
2020 في مطار بغداد، هذه الحادثة الشهيرة. اتركوا هذا الأمر، وطبعا قال بأننا لم نترك هذا الأمر نهائيا ورفضنا هذا العرض. وقال بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا إذا اتركوا ثلاثة، اعفوا ثلاثة من عملية الانتقام التي تبحثون عنها. الواضح بأن واحدا من هؤلاء الثلاثة هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن إيران رفضت مرة أخرى وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تحدث عنه محمد تشامشيدي وهو رئيس أركان الشؤون السياسية الإيرانية، وبالتالي توقفت هذه المسألة. وقال بأننا يعني لسنا متنازلين عن شيء، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتنازل، وهذه تزيد من العقبات، تزيد من مشكلة الحرس الثوري الإيراني، لأن هنالك فوائد كبيرة حتى هذه اللحظة على ما يبدو بحسب ما تم تسريبه من الأوساط الأمريكية الأوساط الإيرانية للشركات الإيرانية. كذلك أن هنالك مسألة مهمة مرتبطة بالاقتصاد الإيراني، وصحيفة دنيايا اقتصاد كانت قد تحدثت بأن إيران تمكنت من مبيعات النفط مؤخرا، وهي لم تعد حتى هذه اللحظة للاتفاقية النووية، وأن المفترض أن تكون هي معاقبة، تمكنت من الوصول إلى مبيعات بما يقارب 480% زيادة خلال هذا العام من أبريل إلى يوليو الماضي. هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي العام الماضي مقارنة بها فالارتفاع 480%، ولكن أيضا في نفس الوقت بأن هذه النسبة هي لا تمثل إلا 39% من أهداف البجت، من أهداف الميزانية والموازنة الإيرانية. وبالتالي هم يستمرون في الربح، يستمرون في العناد وهذه التسريبات، ويستمرون أيضا في مواجهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومطالبتهم بعملية إنهاء التحقيقات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع وجدوا فيها جزيئات اليورانيوم، وهم يطاردون إيران في هذه المسألة. إيران تريد إنهاء هذه المسألة للعودة للاتفاقية النووية. وبالتالي الأوساط الأمريكية ليس واضحا ما هي المكاسب عدا مسألة لو تمت العودة للاتفاقية النووية مع إيران، يبدو أن الولايات المتحدة لن تكسب إلا مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنجح في منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية. المشكلة أيضا بدأ ينظر إلى العراق الآن بأن هنالك مشكلة حقيقية قادمة من العراق. الضربات التي جاءت في الداخل السوري كانت قد وضحت عملية العزم الصلب، التحالف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية وضحوا يوم أمس بأن الطائرات المسيرة التي جاءت في 15 أغسطس طائرتين مسيرة كانت قادمة من محافظة بابل وضربت قاعدة التنف، وهي كانت السبب الكبير في اشتعال المعارك بالقرب من الحدود العراقية في الميادين، في دير الزور، في قاعدة كونيكو، وفي حقل العمر النفطي. وبالتالي هنالك إشارة كبيرة إلى جرف الصخر بحسب عدد من المخبرات بأنهم يعتقدون أنها انطلقت من هنا، وبأن هنالك تأكيدات واضحة جدا من التحالف الدولي حول هذه المسألة، إلى درجة إلى أن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الرجل كان قد تحدث للفورن بوليسي بأننا أخطأنا في العراق. ليست المسألة تعود إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش أو إدارة باراك أوباما، لا أبدا، هو يلوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه المسألة على الفورن بوليسي، وقال الآتي: كان من الممكن أن تساعد الانتخابات في العراق في إضعاف سيطرة إيران، لكن فك الارتباط الأمريكي أثناء عملية تشكيل الحكومة ترك فراغا ملأته إيران، وبالتالي العراق فقدنا السيطرة عليه. إذا ما عادت الاتفاقية النووية سنكون أمام مشكلة بحسب ما يتحدث عنه ديفيد شينكر، وبالتالي الحرس الثوري الفصائل المسلحة الموالية لإيران يزداد خطرها شيئا فشيئا في هذه المنطقة، إلى درجة أن صحيفة أكسيوس الأمريكية أكدت أن الوضع في العراق سيزداد، وهنالك توقعات بأنه يزداد سوءا، وهذا ما لا يتمناه العراقيون أو أي دولة مجاورة بكل تأكيد. وهذه القضايا وهذه التطورات التي تأتي في الداخل السوري.